هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن روحانية يوم. السلام عليكم أهالياتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله تكون في احسن حال وعائلاتكم بخير، وان شاء الله يبعد علينا هذا الوباء ونتلاقاو بالعائلتنا ملي يجي العيد ان شاء الله، حتى نشوفوا هذا الوباء مشى ونتلاقاو بالعائلات ديالنا. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم هذا العصير هذا، كيف كتشوفوا في الصوره كيجي رائع رائع رائع، بمكونات موجوده في كل بيت تقريبا، كل البيت موجود فيه، كيجي منعش، وخاصه في هذا الصهد هذا كيجي منعش بزاف، وان شاء الله تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله، وتشوفوا المكونات وطريقه التحضير ان شاء الله. نبداو على بركه الله في تحضير هذا العصير هذا، وان شاء الله نعطيكم زعما المقادير. عندي هنا 4 البرتقالات اللي مقشرين ومحيد لهم العظام هكذا بهذه الطريقه، قطعتهم هكذا، وعندي هنايا خياره ونصف، عندي خياره كبيره ونصف، المهم محيده على قشره، محيتش لا كلها، خليت بعض القشره، تعرفوا القشره ديال الخياره مفيده، المهم يكون مصول مزيان ومقاد، والسكر حسب الذوق. عندي هنايا واحد ياغورت بنكهة الفانيلا، وعندي هنايا موزة واحدة، وعندي حامضة صغيرة مقشرة، ما وضعتش لكم مع المقادير، وعندي حامضة مقشرة محيد لها الهضم حتى هي، وعندي الماء بطبيعة الحال. نبداو على بركة الله. خديت الخلاط الكهربائي ودرت فيه الخيار ودرت البرتقال، كمية كاملة ديال البرتقال، وندير معاهم هاد الموزة هادي حتى هي، هاد الموزة كتكون حلوة يعني ما تحتاجوش ديروا السكر بزاف، وتقدروا تخليوه بلا سكر. درت معاه ضفت عليه شويه الماء وطحنته مزيان، وغنضيف عليه الياغورت، ياغورت فانيلا. هنا الياغورت تقدروا ديروا اما فانيلا اما تقدروا ديروا ديال الموز، وهنا السكر حسب الذوق، درت تقريبا واحد المعلقه انا ديال السكر، وغنضيف داك الحامضه اللي قلت لكم عليها اللي مقطعه ومحيد لها غير العظم ومقشره، محيد لها العظم فقط باش ما يطيحش داك المروره، وغنزيد الماء بطبيعه الحال. هنا درت لها الماء الكافي حتى عطاني القوام اللي بغيت، شوفوا القوام ديال هذا العصير هو هذا وجد معنا، هو هذا القوام كيجي رائع، ان شاء الله تجربوه من الاستحسان ديالكم، كيجي لذيذ لذيذ ومنعش. تعرفوا الخيار انه كيبرد العطش، يعني ما كيخليش الواحد يجي عطش في النهار، وكيجي رائع صراحه خصوصا في السحور، الا خديتو هذا العصير في السحور رائع، ما كيخليكمش تحسوا بالعطش، كيجي زوين بزاف. ان شاء الله تجربوه من الاعجاب ديال الوليدات ديالكم وحتى العائلات ديالكم، ان شاء الله تجربوه معايا، وكنتمنى ديروا التطبيقات ديال الوصفات ديالي وتلوحوا ليا في الانستغرام، ان شاء الله تشاركوا معايا الوصفات ديالكم، ودائما الانستغرام نخلي لكم صندوق الوصف، ما تنساونيش من اللايك وبارطاج الا عجبكم الفيديو، واللي اول مره كيدخل القناه يضغط على سابوني ويضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، تهلاو لي فراسكم، خليتكم على خير، السلام عليكم.